شركة ماركير الأدوية، ودي انشئت سنة 2004. فاحنا دلوقتي أصبحنا مصانع، كذا مصنع مع بعض متعدد النشاط. هذا المصنع بينتج أكتر من 130 دواء. 130 دواء دول لو إحنا بنستوردهم من الخارج أسعارهم غاية في العلو، إنما إحنا أنتجناهم للمريض المصري بأسعار أقل من 30% من سعره لو إحنا جبناه من الخارج. يعني تشعر إن إحنا في المصنع إيد ربنا قبل إيدينا. هو تملي بيقول دخل ربنا بعشرة في المية من الجزء بتاعك، اديله دول يبقوا فري، يبقوا دول ربنا. بتلاقي ربنا دخل بكل قوة وقالك ما تخافش على الحاجة اللي انت بتعملها ديت، بدل ما اديت ربنا هي هتكبر لوحدها، وفعلا بتكبر لوحدها. هو عمل صناعة محلية 100% بجانب ان هو درب ناس كتير، شغل عمالة كتير، قدر يوفر احتياجات للبلد من بعض الأصناف المهمة، بجانب بقى طبعا ما نغفلش أعماله الخيرية على مدى الفترة اللي احنا اتعاملنا معاه فيها. كان من ضمن الأوائل الشركات اللي اشتغلت على أدوية فيروس سي، وقدر ينتج أدوية خاصة بفيروس سي بجانب أدوية أخرى أساسية، وليه مساعدات أخرى خارج نطاق القطاع الطبي. بيعمل في صمت من غير أي دعاية أو بروباجندا. ناس كتير جداً ما تعرفوش إلا لمسوا العطاية بتاعته، لأنه ما حبش حد يعرفه هو بيعمل إيه، ودايماً يعمل في الخفاء، ودايماً ما بحبش يتكلم عن نفسه، ولا يحب الميديا ولا يحب الظهور. هو كان رافض تماماً إن المستشفى تبقى باسم فريد حبيب، ولكن أنا بقولها كلمة وبعتها، قلت له فريد بيه أنا أبقى مجرم في حق ذاتي لو ما سميتهاش فريد حبيب. مستشفى من أقوى مستشفيات مصر، مستر فريد حط فيها كل إمكانياته المادية علشان خاطر تقدم خدمة طبية فعلا للعيان المصري سواء قادر أو غير قادر. ما بيبخلش عليه بأي حاجة، يعني أنا عمري ما رفعت سماعة التليفون عليه ولا مستر فريد إحنا نشتري ترابيزة عمليات بنص مليون جنيه، قول لي هات ما يهمكش، أقول له بس دي مش يعني، أقول له لا ما يهمكش، ولو ما عندكوش فلوس أنا هبعت لك. فإحنا مستشفى مقام على مساحة 5000 متر، فيها كل تخصصات الطب، وفيها كل الأجهزة الحديثة، تقدم خدمة طبية بجودة عالية جدا جدا جدا، وبيأمل إن المشروع دون يحقق ربح، والربح دون يصرف بيه على إخوة الرب. يعني لما يجي واحد جايب له واحد محتاج علاج كأنه جايب له هدية، يفرح بيها، يقول لك أنا ربنا اداني الفرصة إن أنا أعمل أشارك في العمل الخير. هو طبعا بيحب ويعشق كل من ليس له عائل ومن ليس له مصدر يصرف منه للعلاج. كنتش أتخيل إن هقدر أعمل هذا العمل الكبير. أنا بعد ما شفت جمال المستشفى وخلصت بصيت كده قلت هذا هو عمل الرب.